3 سنين شاطئ النخيل كان مقفول، وهو الشاطئ الأكثر رواجاً زي ما بتقال في اسكندرية، إلا أنه تم فتح شاطئ النخيل مرة تانية. يا دي الهنا يا دي النور. طيب، يتم افتتاح شاطئ النخيل في أي ثوب وبأي شكل؟ يعني حدوتة لازم تتحكي. خلونا أخد معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالأسكندرية. أهلا بيك يا فندم. اهلا معاليك، ازاي سعادتك يا دكتور؟ وكل سنه ومعاليك طيب، ومشاهدين حضرتك الكرام طيبين يا فندم. وحضرتك بالصحه والسلامه. انا اخر مره وانا راجع من اسكندريه كان البحر عالي وامواج وهو ايه اللي بيحصل في التقلبات المناخيه ده؟ ده الحكايه بقت صعبه قوي. اسكندريه طبعا عروس في البحر الابيض المتوسط زي ما كلنا عارفين، ولكن شانها شان اي محافظه ساحليه. يعني التقلبات الجويه والتغيرات المناخيه بتعصف بالاحلام المواطنين في ايام سواء الشتاء او في ايام الصيف. لا بس اسكندريه تفضل حلوه برضو. هو في زي اسكندريه شاطئ النخيل أخباره إيه؟ يفتتح فعلاً؟ بالفعل تم إعادة افتتاح الشاطئ مرة تانية يوم وقفة العيد الفطر المبارك، وبعد طبعاً ما اتقفل لمدة 3 سنوات متتالية نتيجة الأحداث اللي حصلت في الشاطئ دوت. وطبعا كان من اولويات واهتمامات السيد اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه ان ضمان كامل الامان لرواد الشاطئ. طبعا دي كانت رقم واحد بالنسبه للسيد المحافظ، ان رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم 10 ورقم 15 تامين رواد الشاطئ، تأمين المصطفين، الحفاظ على حياتهم، والتأكيد على عدم فتح الشاطئ للنزول والاستحمام إلا بعد وضع خطة كاملة لأمن وسلامة رواد الشاطئ. وده تم بعد عدة اجتماعات رأسها السيد اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسه كابتن سامح الشاذلي، اللي بتوجه له بجزيل الشكر على تعبه في ان هو يضع خطه تامين هذا الشاطئ للحفاظ على حياه المواطنين ومرتادي هذا الشاطئ. حلو جدا. وهل تم يعني تطوير الشاطئ وتجهيزه كمان استعدادا لفصل الصيف ان شاء الله؟ بالفعل يوسف بيه، هو فعلا تم تجهيز الشاطئ، ووضع محافظة اسكندرية وضعت عدة اشتراطات والتزامات أصرت على أن مستأجر الشاطئ والمستثمر الشاطئ يجب عليه تنفيذها وتوافر تلك الاشتراطات حتى يسمح للمواطنين ورواد الشاطئ بالنزول إلى المياه. الاشتراطات دي كان من أهمها أن احنا المستأجر هيوفر عدد 30 فرد انقاذ. كل اللي هقوله لحضرتك ده ضمن خطه التامين اللي وضعها الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بصفته جهه رسميه حكوميه فنيه بتشرف على هذا العمل. حلو. 30 فرد انقاذ في على مستوى طول الشاطئ، 30 فرد الانقاذ دول مؤهلين حاصلين على دورات تدريبيه، معاهم رخصة منقذ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. عظيم. طبقا للاشتراطات الفنية المعتمدة، موزعين ما بين 10 أبراج مراقبة وآخرين مترجلين على الشاطئ تحت، وآخرين موجودين على متمركزين على الحواجز لمصدات الأمواج داخل البحر. حلو قوي. 30 فرد إنقاذ. جميل. تاني حاجة، إلزام المستثمر بتوفير عدد 4 جيت سكي، دول متواجدين بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ، يعني ذهابا وإيابا لا قدر الله حدوث أي
مكروه او حدوث اي مشكله لافراد متواجدين داخل المياه. فطبعا الجيت سكي انت عارف حضرتك سرعته هيقدر يصل للشخص بسرعه كبيره وهيساعد بصوره كبيره على انقاذ الافراد في حاله لا قدر الله حصل ان حصل حاله غرق او في اي حاجه. كويس جدا. يعني عندنا 30 فرد انقاذ موزعين زي ما قلت لحضرتك، عندنا 4 جيت سكي متواجدين داخل المياه، التزام المنقذين بارتداء زي موحد لسهوله التعرف عليهم بحيث ان اي فرد من المواطنين اللي موجودين على الشاطئ هيبقى سهل بالنسبه له ان هو يعرف فرد الانقاذ ويستعين به في حاله لا قدر الله حصل اي مشكله. عظيم جدا. كمان توفير ادوات انقاذ زي العوامات وزي اللايف جاكيت، الحاجات دي طبعا بتساعد بصوره كبيره على اداء المنقذ لمهمات عمله، وهتساعد كمان في ان يحصل حاله انقاذ لا قدر الله لحصل غريق بصوره اسرع وتامن حياه المواطنين، وهي دي النقطه الاهم اللي كان شدد عليها السيد اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه. ممتاز 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 يا دكتور، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه على الاطلاق، وربنا دايما يسلم الجميع. اهم حاجه عندنا انه طالما خطه التامين اتوضعت المستثمر كمان يلتزم بهذه الخطه، ويمكن هيبقى يعني دور الكل انه يتاكدوا من انه المستثمر ملتزم بهذه الخطه. كل الشكر ليك يا دكتور محمد. دكتور محمد عبد الرازق رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالأسكندرية. كل سنة طيبين. الصيف داخل لا محالة. تقول لي متغيرات مناخية مش مناخية، لا محالة. يعني احنا هيبقى في عندنا بي واتش في الشاطئ النخيل، بي واتش بكل حاجة، كل حاجة يعني الأدوات طبعا، جتات، زي عوامات، الحاجات دي هتبقى ظريفة جدا على كل